السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو اخواني راح نحكي عن موضوع القوانين، ولكن هالمرة اول مرة راح نحكي بهي المعلومات، معلومات هامة لكل اجنبي وسوري مقيم على الاراضي التركية. بنصح الجميع يسمعوا الفيديو من البداية الى النهاية مشان يعرفوا شو عم يصير. بداية ضعوا اعجاب للفيديو وشاركوا هذا الفيديو لعند اصدقائكم على الواتساب، في عنا اكثر من موضوع. طبعا اذا حضرتكم حاليا مشغولين ضعوا اعجاب ورجعوا شوفوا الفيديو فيما بعد، لانه التفاصيل اللي بهذا الفيديو جدا تفاصيل مهمة. الموضوع الأول يا أخواني رح نحكي عن موضوع المحاكم وأقسام الشرطة. هل فعليا تم استدعائك على المحكمة أو على قسم الشرطة؟ هل إجاك اتصال عم يقول لك أنه لازم تعطي إفادة بالمخفر أو بالمحكمة؟ هل فعليا هذا الاتصال حقيقي أم هو عبارة عن عصابات للنصب والاحتيال؟ كيف فعليا ممكن تعرف إذا أنت عندك محكمة أو عندك إفادة بقسم الشرطة ولازم تعطي إفادتك فعليا؟ كيف رح يكون شكل إعطاء الإفادة وكيف رح تعطي إفادتك وشو رح يصير بعد ما تعطي إفادتك؟ خلينا نبدأ بالتفصيل الأول اللي هو هل الحكومة التركية تقوم بأخذ إفادة الشخص عبر الهاتف من قبل البوليس؟ يعني فرضا اتصل فيك بوليس قال لك بدي رقم هويتك وقال لك بدي أخذ منك إفادة وبدأ أخذ الإفادة منك وقال لك بدي أرقام هوية عائلتك وقال لك أنه أنت شو عندك مصاري بحسابك البنكي وبلش يأخذ منك معلومات. هذا الموضوع أخواني بيكون مثير للشبهة، وهذا الموضوع بيكون غير تابع للحكومة، بيكون هذا الموضوع في من وراء نصب واحتيال. ليش؟ تركيا أخواني القانون بيقول أنه لما في شخص بيكون في عنده إفادة أو بالدنيا لإفادة يتم إخبار هذا الشخص من خلال طريقتين. الطريقة الأولى أما بيتم إرسال تبليغ على منزلك محل ما أنك ساكن يبلغوك أنه لازم تعطي إفادة سواء بالمخفر أو بالمحكمة. الطريقة الثانية بتصل فيك البوليس بيقول لك أنت فلان الفلاني، بتقول له نعم، بيقول لك يجب الحضور إلى مركز الشرطة الفلاني لإعطاء إفادتك فقط لا غير. هل يقوم الشرطي بأخذ الإفادة على الهاتف؟ لا يا إخوان، بالقانون ما في شيء اسمه إفادة على الهاتف. ليش؟ بحكم إني بشتغل مترجم إخواني بالمحاكم وأقسام الشرطة رح فرجيكم شغلة كتير مهمة. لما بيتم أخذ الإفادة لأي شخص كان لازم يتم أخذ الإفادة إخواني داخل قسم الشرطة، لأنه هي الإفادة بالنهاية أنتوا بتكون توقعوا عليها. بالإضافة أنتوا إذا كنتوا أشخاص ما بتعرفوا تقرأوا وتكتبوا لغة تركية فأنتوا بحاجة لمترجم، يعني الإفادة على الهاتف ما بتنعطى. هي الإفادة إخواني اللي عم تنعطى عم تنزل على سيستم الحكومة مباشرة، وبأسفل الإفادة إخواني مثل ما لكم شايفين عم يكون موجود توقيعكم وتوقيع المترجم بالإضافة لتوقيع ضابط الشرطة، يعني هي الإفادة على الهاتف ما بتتاخذ. فإذا شخص حاول انه ياخذ ويعطي معكم كتير بهي المواضيع فعرفوا انه هو ما له علاقه بالدوله، وعرفوا انه هذا الموضوع مثير للشك والشبهه، يكونوا اشخاص فعليا احتياليين. اول ما حدا يتصل فيكم اسالوه انت من اي جهه عم تتصل او من اي مكان عم تتصل. اذا قالكم عم بتصل مثلا من المخفر الفلاني وعندكم افاده بتراجعوا هذا المخفر وبتسالوهم انه نحن اجانا اتصال من الرقم الفلاني وقالوا لنا انه في عنا افاده بقسم الشرطه ونحن جينا نعطي الافاده. اما اياكم اعطاء معلومات الى علاقه بالمال، الى علاقه بارقام الهويات، الى علاقة بمعلوماتكم إلا للجهات الرسمية. هذا الموضوع لازم الكل ينتبه عليه إخواني، في كتير أشخاص عم تتعرض لهي الأمور سواء أجانب أو أتراك، منشان هيك انتبهوا لهذا الموضوع. طيب إذا فرضا اجتكم رسالة من شخص معين مكتوب فيها أنه أنتوا عندكم محكمة باليوم الفلاني، كيف بدكم تعرفوا إذا فعليا هي الرسالة صحيحة أو مزورة؟ إخواني الكرام أي رسالة بتصدر عن المحكمة بيكون ضمن هي الرسالة مكتوب رقم المجلد تبع القضية، دوسيه نمرسي اللي هو رقم المجلد. هذا الرقم إخواني الكرام إذا كان موجود فعليا بتفوتوا على الإيدولات وبتتحققوا إذا أنتوا في دعوة على اسمكم، لأنه مجرد ما كان في رقم دوسيا فأنتوا فعليا هي الدوسيا بتكون نازلة على السيستم ومطلقا لازم تكون موجودة على السيستم تبعكم عبر الإيدولات. طيب في حال شكيتوا بالرسالة إنه هي مزبوطة ولكن ما تأكدتوا، بتراجعوا المحكمة اللي بتكون مكتوبة ضمن الرسالة، بتفرجوهم رقم الدوسيا اللي هو رقم المجلد وبتقولوا لهم نحن بدنا نعرف فعليا إذا في عنا محكمة باليوم الفلاني على أساس هي الرسالة اللي إجتنا. في حال كانت هي الرسالة مزورة وانتوا بالمحكمة فورا بتقوموا بتقديم شكوى ليتم محاسبة هؤلاء الاشخاص. طبعا يا اخواني اذا انتوا كنتوا ما بتعرفوا تقرأوا لغة تركية كتابة وقراءة، ولو كنتوا بتتكلموا لغة تركية ما بيمشي الحال، لازم تكونوا بتعرفوا تقرأوا وتكتبوا حتى تقدروا تعطوا الافادة سواء بالمحكمة او سواء باقسام الشرطة او سواء بالنوتر مثلا او بكاتب العدل. فلهذا السبب يا اخواني لازم تنتبهوا على هاي الامور. طيب شو بصير بعد ما انتوا تعطوا الافادة تبعكم؟ شو لازم تعملوا؟ كثير ناس بتقول نحن اعطينا افادة ولكن بعدين شو بدنا نعمل؟ اخواني الكرام بعد ما تعطوا افادتكم بالمخفر يقوم قسم الشرطة بتحويل هاي الافادة على المحكمة للبت بموضوع هاي الافادة وهي القضية. طبعا القرار بيصدر من المحكمة من المدعي العام او الحاكم وليس من قسم الشرطة، يعني القرار النهائي عم يكون بالمحكمة. بعد فترة بتنتقل هاي الافادة اللي انتم اعطيتوها بالمخفر الى المحكمة وتتحول الى دوسيا ومجلد رسمي وبصير في لها رقم قضية نظامي، وعلى الاساس تقوم المحكمة بتعيين يوم وتاريخ معين للحضور الى المحكمة وبتم اعلامكم مشان تروحوا على المحكمة
المحاكم وتتابعوا قضيتكم. في بعض الأحيان ممكن يتم إعلامكم للحضور إلى المحاكم بشكل مباشر، سواء لإعطاء إفادة أو كشاهد أو عدة أمور أخرى. أنا بحكم إخواني أني يوميا ضمن هاي القوانين، فأنا عم أوصلكم هاي المعلومات بشان تكون عندكم فكرة كاملة ومن شان ما حدا يستغلكم أو يضحك عليكم. بالنهاية هاي القناة خيرية لوجه الله تعالى لمساعدة السوريين والأجانب في تركيا. هاي بالنسبة لهذا الموضوع. طبعا إذا عندكم سؤال حول هاي المواضيع فيكم تكتبوا بقسم التعليقات، ورح خليكم بأول تعليق مثبت فيديو للتعرف إذا كان في على اسمكم خطوط هواتف أو قضايا أو دعاوي في المحاكم. الموضوع الثاني اللي بدنا نحكي فيه، كتير ناس سألتني عنه بالتعليقات، زراعة بنك يقوم بتقديم مبلغ مالي قيمته 250 ليرة تركية، ما صحت هاي المساعدة أو ما صحت هذا الخبر؟ إخواني الكرام، أي بنك في تركيا سواء بنك الزراعات أو غير بنك، في عدة شركات في تركيا سواء شركات ألبسة أو شركات لها علاقة بالمطاعم أو لها علاقة بالسياحة، تقوم بالتواصل مع هذه البنوك وتقوم بعرض عدة عروض على هاي البنوك، وبيقولوا لهم أنتوا يا ريت أنه تدعمونا من خلال تطبيق الزراعات تبعكم أو من خلال البنك تبعكم، أنه الشخص اللي بيجي بيشتري من عنا رح نعمل له تنزيل مثلا بقيمة 250 ليرة، أو رح نعمل له تنزيل أو خصم بقيمة 100 ليرة. هذا هو موضوع الـ 250 ليرة تركية، عبارة عن خصومات أو تنزيلات في حال قمتم بالشراء عن طريق كرت الزراعات في إحدى هذه الشركات التي قامت بتقديم العروض للبنوك. فهمتوا علي إخواني؟ أما والله منسجل على مساعدة 250، زراعة بنك عم يحول 250 للناس يلا على أبو جنب، هذا الكلام يا إخواني غير صحيح. مع الأسف عم نشوف كتير أشخاص مع الأسف عم تطلع تحكي بموضوع القوانين، تطلع تحاول ترشد الناس، ولكن مع الأسف خبرتهم جدا ضعيفة بموضوع القوانين وموضوع الأمور على الأراضي التركية. يعني هن أشخاص غير خايضين على الأرض الواقع، وعم يقوموا بنصيحة الأشخاص مع الأسف بالاتجاه الخطأ، طبعا البعض وليس الجميع. الموضوع اللي بعده إخواني اللي الناس كتير كمان سألتني عنه بالتعليقات وقمت بالتوضيح عنه قبل هالمرة، موضوع مساعدة 7200 ليرة أو 5400 ليرة أو ما شابه، أنه بيقدروا السوريين يسجلوا عليها أصحاب الكملك. أصحاب الكملك لا يستطيعون التسجيل على هاي المساعدة، هاي المساعدة فقط للأتراك أو للأشخاص المجنسين. طبعا يا إخواني لما بتسمعوا خبر أي مساعدة أو أي خبر إن كان، تواصلوا مع الجهة الرسمية، تصلوا على وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية ورح يخبروكم إنه هاي المساعدة هي تابعة للأشخاص الأتراك أو المواطنين الأتراك فقط. بالنهاية يا أخوان أنا موجود جنبكم لحتى وصلكم المعلومة الصحيحة، الخبر الصحيح، الأمر الصحيح يلي يفيد بمصلحتكم وما بيضر بمصلحتكم. أنا موجود جنبكم، لا تهكلوا هم إخواني، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، في عنا معلومات جدا هامة. طبعا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو لعند أصدقائكم على الواتساب لحتى الناس تعرف كيف الأمور عم تمشي. نحن بفترة حرجة، لازم الكل يكون موجود جنب بعضه، الكل يساند بعضه. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.